كل حدا عنده فكرة شيء عن الراعي. أنا فكرتي الراعي شغف، الراعي محبي لشغله، الراعي اتقان مصلحة أكتر ما هي شغل وبزنس، يعني محبي للطروش. شكيبة الغنية. الراعي بده يكون حابب طرشيته وحابب شغله قبل ما يكون عم يشتغل تيطلع مصاري. إذا غابي بفوتوش عليها طرش ويبس الحشيش وكبر، يعني نسبة الحريق 100% ولا ممكن تسيطر. الراعي هو بالحق اللي بيخلي الأرض مفتوحة، يلي واطي اللي فيها الطال والمعزة وترعيب الطال، وما بتعودش النار تمشي بالأرض بالأحراش بسرعة. وتاني شيء ما بتضرش الشجر، بالعكس بتفيدها، من المعزة هي وعم تاكل أجل الله بتكون عم بتبعر، يعني عم بتكب سويد بالحقلة. أهم شيء ضل بعيد عن الخربان، مطرح ما في جنينات، مطرح ما في ناس قايمة أرضها بعد زريع قمح مزروع، هي عم بتفرخ بأيام نيسان بأيار. كل شيء عنها، من خبز بنخبز عيدني، كل شيء يعني بنمون. بدك تقول منت الشهر، يعني الشهر كامل إذا بدك ما تنزل على الضيع ما بتنزل. حتى ماي بناخذ الجرر وبنروح على العال لحتى ملي ونجا، وبقعد هاني انه بالبيت بحط لهم زويده وبعمل لهم اكل وبعمل جبنه وبعمل لابين ولبني. عنده منتوج غذائي، عنده اجبان وقلبان وجميع مشتقات الحليب، يعني هاي بيخلق لك اياها بالمنطقه اللي بيكون هو موجود فيها، ومعروف اي شيء، يعني اللي عنده معزه وبيسرع بحالي اكيد مش قادر يغش بالحليب. السويد يلي عنده بيستفادوا منه الجيران يلي حواليه، يعني بيبيع السويد او بيعطيهم السويد بدل رعايه بالارض ولا شيء، بيحطوا لجنيناتهم، بيحطوا لارضهم، بيحطوا لزراريعهم. بنشتغل بهالترشيد كل النهار، وبنشتغل هاك بنخبز وبنغسل وبنطبخ. تعرفي لي هاي مالي بشوف؟ بنضل هاني بعد بنقعد هان شهر وبنفل على مشيتها، يعني بنروح على المشتى بنصير نشتغلها من كمان نفس الشيء مثل هان، يعني عودي بنصير نطعمي ونسقي وهذا هو الشغل. كل يوم بنحل بكير، بنعبي الحليبات بالبراميل وبناخذن على قدم بنبيعهن وبنجيب اغراض اللازمين، بنطلع مصروف البيت منهن. عرفت كيف؟ بس تشوب الدنيا وما بيعودش في مرعى بالحفر، بيكون صار في جنينات كتير بالحفر وخضار، المعزة ما عدش نقدر نحصرها، بننقل على الصيفية، وبعدين فوق البرود والمناخ اللي بيبقى فوق بيعطينا منتوج حليب أكتر وبيعطيها صحة للمعزة أكتر، مصاحة ولحم وصحة أكتر. اسمع اسمع المعزة بس كيف تسمع، بس تسمع صوت صاحبها ايش تعمل. عيو هاي هاو كل صوت له شيء، هل هني لأنه بدهم ياكلوا ملح عيطنا لهم بلغة الملح من شان هيك باعوا، يعني نحن بس من نطعمين الملح بنعمل لهم هاي. شفت؟ وقت بدنا نسقيهم منتري لهم خو بيجوا على المي. في منهم قسم هودي نحن معلمينهم، هيدا واحد هيدا واحد، في شي 20 واحد مثلا هم بنقول لهم كراريز طايعه. هاو من هذه الكراريز هون وبتروح المعزه، تفلش المعزه مثل هون والطريق اللي فوق من هذه الكراس، بتصير تروح المعزه وترجع، يا بتصير مثلا مهديين هون بتصير تعرف المعزه انه ما فيهاش تقفى وتروح تترك الكراز وتروح. حسين يلا يلا تعال. الراعي بيتباهى بيظبط كراريزه وبيعلق جروس وبيسوي لها سفيف من هوي وشراريب، يعني الجروس بي اخذهم من جدي وجدي وبي عطوني اياهم، وهوي هي وروسي عمرها بتقول شي 200 سنة. الجروس بيضل كمشهم، يعني بيضل كمش المعزي. أهمية صوته، أهمية ترد المعزة عليا ترجع عليا. أنا وقت اشتريت جرس المعن زيتي قلت له لصاحبها بس شفتها وعرفت إنه بده يبيع، قلت له فوت نقي ثلاث روس اللي بدك إياهم ما قبلش يفوتوا لأنه معايز يعني وبيعرف ليمي، قال لي أنت اللي بيطلع من خاطرك أنا بأمر. بالنسبة للرعاة هم ترشيته مبسوطين وأولاده مبسوطين ومرته مبسوطة، لأنه هذه عم نتكلين على الله وعليهم. في علاقة قوية بين الإنسان وبين الطبيعة، بس قليل الناس اللي قادرة تعيش هاي العلاقة، من شان هيك الناس بس تفرجيها شيء عن الطبيعة متعلقة فيه.